هل تشعر بالرغبة لإطلاق سراح الإعلاني اللي محبوس جواتك؟ محتاج تبني جسور للتواصل مع المهارات الإعلانية الكامنة بشخصيتك؟ إذا كان جوابك عاد السؤال أو هاد بإيه، تابعنا ببرنامجنا لا تفتي. حلقتنا اليوم عن الإعلانيين اللي ما بينقطع شغلهم إذا وقفت الاشتباكات، اللي بيركزوا على قصص الناس وحكاياتهم وبينتبهوا على كلماتهم وتأثيرها، عن الإعلانيين النسويين اللي ما بيضحكوا على نكتة جدرة ولا مجندرة بايخة. قال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن الحرب دفعت المرأة إلى الدخول في مجالات عمل ذات طابع ذكوري، وتواجه المرأة السورية في هذه المجالات صعوبات عديدة في توفير الوقت اللازم للعناية بالأطفال والمنزل، من دون نسيان أنها قد تتعرض لبعض المضايقات أو التحرش في بيئة العمل، طبعاً لأنه مهام البيت والأطفال طابوا عليها لحالة. أعلنت هيئة الفتح للدعوة والأوقاف التابعة لجيش الفتح عبر مكبرات الصوت، أعلنت عن ضرورة التزام النساء باللباس الشرعي، محذرة أولياء أمورهن من أن ارتكاب المخالفة يستدعي المساءلة القانونية. واللباس الشرعي هو الطويل الفضفاض الذي لا يبدي مفاتن النساء، ولستر أعراض المسلمين توصى النساء بعدم التعطر ووضع الكحل على العين والتنمص وعدم إظهار العينين من النقاب متزينتين بالكحل وغيره. أوقف مسلحون معتدلون يرابطون على حاجز أمني لحماية المدنيين من النظام، أوقفوا ناشطة مع قريبها في ريف إدلب بتهمة الخلوة غير الشرعية، ووضع المرافق في الحجز إلى أن جاء المحرم الشرعي لها وتمكن من إخراجهما. وقام العناصر أيضا بتفتيش هاتف الناشطة ومرافقها للتأكد من أنهما ليسا مؤيدان للنظام. جميلات قوات سوريا الديمقراطية على مشارف مدينة الرقة لطرد داعش منها. نشرت وكالة الأنباء العالمية صوراً لقوات سوريا الديمقراطية ومن ضمنهم العنصر النسائي الكبير، وهن على مشارف المدينة قبل دخولها لطرد داعش منها. كل أخبار اليوم حقيقية بالمناسبة. شلون ما بيعرفني يعني؟ قل له اسمي الحركي إذا ما عرف اسمي الحقيقي. لك ما في دبابة ماني متصور معه، ولا قائد عسكري معامل معه مقابلة، ما عدا الجولات الميدانية والمداخلات التلفزيونية. لك ابني ما سمعت؟ هي تالت مرة بقتلها جوزها بالحارة، ما بدك تعمل شيء على القصة؟ إيه الله أعلم إيش عاملين النسوان حتى انقتلوا، بتكون جرائم شرف الله يقوي الزلم. وهي المواضيع للفيسبوك، بدك أنزل مستواي وغطيها لك يوم. ولنتعلم أكثر عن أصول التغطية الإعلانية معنا بالاستوديو الإعلاني شخصياً، أهلا وسهلا فيك. ممكن تخبرنا أكثر عن تغطياتك وعملك الإعلاني؟ ما بترك جبهة تعتب علي، وين ما سمعت في عمل عسكري بكون موجود، باخذ مصوري وبنطلع على مواقع القصف والاشتباكات، وهو بصورني وانا بحكي بانفعال لاوصل صوت المعاناة والالم. طب وشو بتعمل بالاوقات اللي ما بتكون فيها الجبهات شغاله او باوقات الهدن؟ ايش شو بعمل يعني؟ براقب تطبيق الهدنه وبسجل عدد الاختراقات العسكريه وبتصور معه مشان الثقه، حتى ياخذ المجتمع الدولي الاجراءات المناسبه. بتفهم انه المجتمع الدولي ناطر تغطياتك، بس موضوع الناس وحياه الناس شو موقعه من الاعراب بتغطيتك؟ هدول مواضيع بسيطه وثانويه، اي اعلاني عادي فينه يشتغل عنهم، وبعدين انا بوصل صوت الناس بمداخلاتي الاعلانيه وبحكي شو بدهم عنهم. وكيف بتعرف شو بدهم الناس اذا انت مقضي اغلب وقتك على الجبهات ومقابلات مع العسكر؟ ايه مو صعبه، كل يوم المساء بقعد أنا والإعلانيين تبع المحرر وبنتبادل أطراف الحديث وبنحكي عن أحوال الأمة والناس وبسمع الحكاية وبعيدة بالمقابلات، يعني ما صعبة. ممكن تخبرنا عن رأيك بتغطية المواضيع المتعلقة بالنساء وحضرتك شخصياً شو اشتغلت من هاي المواضيع؟ بكل صراحة المواضيع الثانوية مو وقتها، هلأ نحن بحرب وسوريا أصبحت ساحة للصراعات الدولية، حيث يتنافس الدب الروسي والمد الإيراني الشيعي على السلطة مع السعودية التي تقود التحالف للقضاء على الحوثيين في اليمن
وتركيا التي تحمي حدودها من إرهاب البيكيكي. وصلت الفكرة عزيزنا الإعلانية. إذا فينك ترجع تخبرنا حضرتك شو اشتغلت مواضيع إلى علاقة بالنساء؟ أنا عملت كتير مواضيع عن خنسوات الثورة وأرامل الشهداء وأمهات المعتقلين والصابرات على فراق أولادهم على الجبهات والمعتقلات الضحيات. ما شفتي كم مرة طالعت بتغطياتي المباشرة تستغيث وتستنجد بقادات شيوخ العالم الإسلامي أن يلبوا فهل من معتصم؟ وبعدين بدك يانا نصور أعراضنا وشرفنا ونعرضها بالفيديو؟ ما في ناموس؟ شكرا جزيلا عزيزنا الإعلاني، كفيت ووفيت. ولنحكي عن تغطية حكاية الناس ضمن التغطية الحربية، معنا اليوم الإعلامي محمد دغموش. محمد كان من أوائل المراسلين العرب اللي فاتوا على سوريا لتغطية الصراع بال 2012، وبيشتغل حاليا مراسل لقناة العربية. أهلا وسهلا فيك محمد. تحياتي زينة، شكرا كثير على الاستضافة. خبرنا كيف تشوف تغطية الناشطين السوريين للحرب السورية، وهل انعطى المدنيين مساحة كافية من هاي التغطية برأيك؟ كان ممكن ينعمل أفضل، كان ممكن أنه يوصل الصوت بشكل أفضل، ولكن بشكل عام كان في تضحيات كثير كبيرة بذلت، كان في محاولات كثير عظيمة، لولاها يمكن ما قدرنا نوصل الصورة بكثير أيام كما وصلت كما وصلت. كيف قدرت توازن بين تغطية الأخبار الحربية وبنفس الوقت توصل صوت الناس لما كنت عم تشتغل تحديدا بخطوط الجبهات داخل سوريا؟ يعني زينة، أعتقد أنه من الصعب بالحالة السورية أنه نفرق ما بين صوت الناس يمكن وما بين الحرب، لأنه يعني كانت الحرب وخصوصا بالسنوات الأولى هي موجهة ضد المدنيين بشكل يعني واضح للغاية. اشتغلت مواد عن النساء، وشو التحديات الإضافية اللي واجهتها لما حاولت تعمل هيك؟ يعني دور المرأة كان يعني عم يكون أقل بكثير من دور الرجل، وبالتالي كان في صعوبات حقيقة بإيصال بتغطية كل شيء يتعلق بالمرأة. أولاً لأنه نشاطاتها عم تكون متواضعة بزمن الحرب، ثانياً أيضاً بسبب مثل ما بتعرفي يعني نحن مجتمع شرقي بالنهاية، والمرأة يعني أقل نشاطاتها أقل مما يمكن أن تكون عليه في بلدان أخرى يمكن، فلذلك يعني أي كان في تقصير تجاه المرأة. شكرا جزيلا لوجودك معنا محمد، ممنونين. عزيزي الإعلاني، عزيزتي الإعلانية، بتعرف انك إعلاني حصري للحرب ومشجع على العنف وفوق ذكوري اذا ازدهرت تغطياتك باوقات المعارك والاشتباكات واختفيت وقت السلم والهدن. كما نشاهد الآن بدأت جحافة المجاهدين تدخل تلة العيس الآن وتلة السريتيل في ريف حلب الجنوبي، شبه تحت السيطرة، دخلها المجاهدون. دبابات المجاهدين الآن أصبحت على تلة العيس وتلة السريتيل، وها هي المجاهدين الاقتحاميين والانغماسيين، كتاب الاقتحام والإسناد والانغماس، دخلت إلى تلة العيس الآن. إن شاء الله دقائق قليلة جدا وتكون تحت السيطرة، نعلنها صديق للشعب السوري. الأحداث العنفية هي كل شيء منشوفه منك، ودائما أبطال عسكر وضحايا أبرياء. مئات المنازل هي الآن كما ذكرت غرفة العمليات العسكرية لكفري وبلفوعة، هي الآن للمهجرين الذين تهجروا من ديارهم في ريف حمص والشام ودرعا وقنيطرة. اليوم بفضل الله جل وعلا يوم فرح للمؤمنين، وخاصة المهجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله جل وعلا. اليوم بفضل الله عز وجل يذوقون من نفس الكأس. اليوم بفضل الله جل وعلا يتم إخراج كامل قريتي كفرية والفوعة، وهذا الاتفاق هو اتفاق جيش الفتح القديم، حيث يتم إخراج قريتي كفرية والفوعة. إذا كانت لقطاتك بغالبة عنفية لدرجة اليوتيوب ما بيخلينا نشوفها لما ناخذ اذن، كانوا لهم بالمرصاد وتم قتل عدد كبير من افراد العصابات الارهابيه المسلحه كما تتابعون. هذا جزء من قتل العصابات الارهابيه المسلحه. هناك اماكن اخرى رصدنا لكم فيها كيف تم التصدي لهم. طبعا ابطال الجيش العربي السوري اخبرونا انه ايضا تم سحب الاطفال. ما بنشوفهم بتقاريرك الا وهن تحت الانقاض او ضحايا، وكانهم ما موجودين بالحياه. النساء غايبات تماما عن تغطياتك الا اذا كانوا ضعيفات ضحايا يطلبن العون والاغاثه، وقناتك على اليوتيوب مثل ملاعب كره القدم ببلدنا كلها ذكور. وين الامه؟ وين الاسلام؟ احنا بنات امه محمد، نساء امه محمد تستغيث، بنات امه محمد تستغيث.
لغتك متحيزة ذكورية وعنفية فوق. والآن كثير من الناس امبارح شفناها قادمون يا أدلب، الويل لكم، قائدنا للأبد سيدنا محمد، امبارح كلهم هيك عم بيقولوا في الباصات اللي طالعين فيها. طيب يا أخي كيف قائدنا، شو هالتخبيص هذا؟ كيف قائدنا للأبد وأنت ستقاتل تحت غطاء جوي لأكبر نظام يحقد على محمد والإسلام والدين؟ الدخول التركي من حيث المبدأ خير محض ما لم يكن على حساب تحرير بلدنا من هالديكتاتور. هاي بالنهاية. أما إذا بدك تبدل النون بالميم وتصير إعلامي، فعليك عزيزي الإعلامي أنك تركز على القصص الإنسانية بنفس المقدار اللي بتحكي فيه عن قصص الحرب، إذا مو أكتر. ثلاثة، تشجيع إنشاء الجمعيات المنظمات المدنية التي تحتاجها سوريا، تشجيع وتسويق المشاريع الخدمية والتنموية ضمن المنظمات الأعضاء في. لازم نشوف بموادك قصص الناس وحكاياتهم ومعاناتهم على مختلف الطبقات الاجتماعية. بما أنك عم تمثل صوتهم، المفروض يطلع صوتهم. أردت فاطمة أن توصل شكواها وشكوى بقية الطلاب والطالبات، وكانت مستعدة لتحمل تبعات ذلك. بالنهاية قالوا أنه إيه، إيش بدها تحكي تحكي، تروح تحكي وتروح تنشر بدها إياه، بالنهاية هذا علاك ما رح يطلع معها شيء. ما تعرضت للاعتقال من قبل الكتيبة الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ. من المفروض تحضر النساء بنصف موادك على الأقل، وتستخدم معها لغة غير تمييزية ومدروسة. مثلاً اسم المرأة هو اسمها وكنيتها، هي مانا مرت فلان ولانا بنت علتان ولانا أم علا كلمان. صعبة؟ وبآخر سلسلتنا لا تفتي، بدنا نتذكر أنه الإعلامي مفروض يركز على المعتدلين ويحاول يبني جسور للتواصل بين الناس ويصلح المفاهيم الخاطئة لحتى نقدر نبني أرضية مشتركة بيناتنا، المفروض أنه بيوم من الأيام تلمنا. إذا ما هيك حتضلك إعلاني وحتضلك عم تفتي.